لا مرحبا ولا هذا هلكنا تعا فوق 30 اتصال متصل منا. ها شكلك بس حاتي مصيبة. ما أنا مسوي مصيبة المدبل مسوي مصيبة. ماله مسجون؟ ما مسجون سايل الاستديو سجل أغنية. خلي يغني. تعالوا تو يا ابو سيف ما المشكلة في الغنى، المشكلة ان الريال معطاي فلوس عشان يسجل هالاغنية. ها؟ موقع الاستديو. ما معطاي الريال معطاي فلوس. وزيدك جايب ولاده جايب. ابني لا بيعطيهم شيء، ده بيقص عليهم. لا بيعطي يقص علينا. ولا وقت من خبركم؟ يا مرحبا. لا حول ولا قوة الا بالله. انت ما تظن شيء انت؟ نعم. لا سجل الغنية. قالوا شو سجل الغنية يا ابوي؟ وين الغنية؟ اقول لك صير مرة يا ابوي. لا تلومونا. صبر يا ابوي، خلي المخطة يا ابوي. صبر صبر. فلوس مال وش؟ فلوس من اعطاني فلوس؟ والله ما اعطوني فلوس. الغنية اللي مسوينها بفلوس يا ابوي. ما غنيت بعدين. انت ما تسوي شيء وجه الله يا ابوي. هدل خلي لا تكذب رمضان، لا تكذب. والله العظيم ما مسوي يا ابوي. طلع يدك من المخطة. راسك فهد يا خلاك هنا. فهد بمتشعونا. فهد مشونك نادينا يا ابوي. يا فهد انا ما بمنه شيء، بحقي بعدين حقك. ما الوش يا ابوي طالب. ما نصف اياه. طلع يدك بطر لي مخباي يا ابوي. عطني حقي. انا عمري ما اعطيك كندورتي. طلع خليه يطلع عندي. ما عندي، ما معطاي شيء. وين سهمي؟ سهم مال وش يا ابوي؟ صدقك فهد وش قال اليوم؟ فهد انا قلت له الرياي سجل اغنيه وما اعطاي فلوس. استغفر الله. انا اقول يا ابوي هدي يا بطل الكندوره يا ابوي. بطل الكندوره. بطل كيف بطل؟ بطل الكندوره تبع جارنت يا ابوي. هذا فلوسي. فلوس ما عندي. فلوس ما غنينا بعد يا ابوي. غنيه ما فلوس تطلب من ورانا. صديق الله ياخذك يا فهد. تعال ما اعطوك. والله ما اعطوني شيء. والله ما اعطيتك. تعال خبر كم اعطاي؟ خبر والله ما اعطوني فلوس. والله ما اعطوني. ما بتسوي شيء ببلاش انت. لا حول ولا قوه. انت تنزل عمرك فلوس يا هذا فلوس انت يا ابو. انت ما ضارب بعت له ولا بشيء. والمال وش تعب؟ تعفان انت وش قال له؟ فهد تو انت اذا ما اعطاني فلوس صافاهم. فلوس مال وش؟ فهد ما اعطوني فلوس. من اعطاني 10000؟ 10000 مال وش يا رجال؟ مغني للشيوخ وش؟ قال لغني حق رنقه شوف عليها. وين من عطاني 10000؟ قال القشور ولا احنا بنغني وياك. وش تغني؟ بنغني وياك اليوم. اي نعم. ما كذا تعب ولادك وياي الداس وياي المال. فانت قاعد تخبرهم. فهد انا والله ما راح اقول لك شيء. والله ما بقول لك. توهم يسالوا عنك. قلت لهم الريال من مكان الفلاني. انت ما تبى تعبك. تعب مال وش انت؟ انا روحي يا يعني انا تعبان بعد. تعب مال وش؟ مال وش جايب منك انت تعب وش؟ ما وصلت لكم. بنغني وياك. وش تغني وياك؟ ما فضل غنى. تعال بس وغني. لا أعرف أغني. أنت يجرب لي. أنت شكلك فرحان بصوته. أيوة. جايب النفوس. جايب ولاده عشان ما يعطيهم شيء. سوى اليوم فهد. سوى اليوم روح ما يستاهل. سوى جايب ولادي فهد. أنا قلت صوتهم صوت يهال يركب على أغنية. بغني. وش تغني يا بول؟ غنى حرام في رمضان. جايب ابنيك حرام يغنوا بعد. يا ابوي انا لو جبت ولادي انا ولادي نتصافى اذمهم بشله. انا اشله اذمكم انتوا لوش؟ يعني تاخذ مال حرام؟ ما مال حرام يا ابوي. ما غنى ما اعطاني الفلوس. ما اعطاي 10000 يا ابوي. ما منكم انتوا من هذا. من هذا ما منكم انتوا. بنغني وش تغني يا ابوي؟ كتعاوز بس وغني؟ هاي بس تعاوز بس وغني. انت والله لومتونا. نعم ليش جاي هنا انت؟ تو يعني الغنى حرام؟ الغنى حرام فهد في رمضان. هاي ابني لك بيبتهم يا هال يا ابوي. اغنيه مالي يا هال. اغنيه مالي يا هال حق القرنقشو. بغني بغني. انت شو دخلك؟ وش دخلت انا بغني وهم بيردوا؟ لا والله اتقل مال صغير وانت صغير. بسالك انا اللي بغني. انا المطرب. انا اغني. طبعا قلنا حرام. انت ما فاهم لك. انت تنصب عينك واحنا برد وياك. يا ابوي ما ينفع. فهد ما ينفع. صوتهم ما هذا تقول ما ينفع. ما ينفع.
انت يربتهم؟ ما يربتهم. سامعنا ذا صوتي تقلني تقلني. لا ما ما تخليها يغني. شو اللي استي انا فاهم سامعنا ذا وين يدخل داخل سيدو ما صوته ما راو زين. اسمع صوتهم اسمع صوتهم. واذا ضبط صوتي ونزال ما باكم انتوا عبا صغار ولا صغار في في الشلانه تبى بنينك الصغار هي؟ انت اطلع معنا خلى بنينك يا ابوي. ما انت انا اللي بغنيها ولا حول ولا يا ياكلنا يا ماشي فهد يا ابوي ترى احنا ما معزومين انت داخل على اكل وبدخلكم يا ابوي غنى انا زين. انت يرب صوتهم يرب صوتهم يرب صوتهم تبشيل النفس يرب صوتهم. سير 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 خلاص اسمع صوتهم تسمع صوتهم اسمع صوتهم اسمع صوتهم. ابوك ما بنحل منك دم فهد ما بيدخلوهم بينا ما بيدخلوهم لازم انا ما وين ما اغني وين ما ودي اسال لوش دي اسال لوش دي اسال لوش تسمع صوتهم يمكن صوتهم غاوي. انت عارف اني بغني اليوم ليه؟ انه اعتذر تنتظر. اصبر تعال اصبر تعال تعال يمكن ياسين يسجل خرب صبر خلني بشوف انا وبرد عليك. لا لا يا ابوي تعال يا ابوي تعال بسكت عليه يا ابوي اصبر والله يا ابوي بتخرب يصبر والله يصبر. ياسين سجل بتخربوا تعالوا والله لك اذا ضميت الفلوس وطلعت معك يا ابوي والله ما اعطوني فلوس والله العظيم ما معطاني فلوس. انتظرك هذا السيد والحل سير وانت اصبر. انا بدخل وياه وش تدخل وياه يا ابوي ما ضرب اصبر يا ابوي واحد واحد. الله يوفقك يا ابو راشد. وش الله يوفقك يا ما داخل امتحان شد حيلك يا ابو راشد. يلا بنجرب احنا هالصوت مش يسمع كلام وش اغني وش تغنى غنى اي شيء توعد اهم شيء بس ما سمعنا برد صوتك ما نسمع هالحنجره. الله يوفقك يا ابو راشد. ابو فهد وهي ما مسافر وش الله يوفقك خله يهتم داخل تعال هي شغل والله بديتنا بلا بديتنا بلا بديت اعطونا حق الليله ولا بنذبح صخره اعطونا حق الليله ولا بنذبح صخره اعطونا حق فهد بسير لي هناك علق ولا بنذبح صخره اعطونا حق عطونا حق الليلة ولا بنذبح صخيلة. طلع برا طلع برا لا تطردني لا تطردني برا مش صخيلة صخيلة وش لا تطردني. طلع برا يا ابوي علق على موال واحد فهم جود صوتك لا دوري كيف صوتك؟ صوتك ما غاوي بس سامحنا سامحني بس شوف هذا فهد بعد سير داخل سير سير بلا سويت لنا بلا يوك والله العظيم انكم سويتوا لي بلا اخرتوني اخرتوني غنى داس لوش داس داس لوش بس يبدا داس داس يعطي معنوي يعني نروح قول عني ما تقول صوتكم صعب الوصول بس يريف قال بيطير يقول العنب بحلك حامض عنها يقول واللي ما يقول العنب حامض عنها يقول بس يريف عن يطير صوبكم صعب الوصول واللي ما يقول العنب حامض عنها يقول واللي ما يقول حلو صوتي زول خارج زول حلو صوتي زول خارج زول خارج زول خارج زول خارج تكاحن القلم قشر انت صعب انها كم صعب الوصول هذا جاك تبصر جاك يا دوك جاك تبصر انت جاك جاك تعمل سير خارج سير سير ما مهم منك انت فك هالبردين والله أنا جايب منهم يا ابو انت جايب منهم دهار وراهم بعد نصير نخلص الأغنية والله أخرتوني صعب كم صعب الوصول و شوف صعب لنا كم صعب الوصول أنت بغيت أنت بغيت توصل صوت بس الله روح ما بس أبو حمد غنيت يا ابوي لا نسوي عليك تست تست نسوي عليك تست زين اقول حق مو حق الليل احنا نغني حق الليل تست غنيت اللي ما غنيت يا ابوي وش غنى احنا ما القرن قشو انت دخلت لنا صوب كم صعب الوصول يا ابوي ابو حق يما ابا حق انت يا ابوي انا غنيت ما هو حق غنيت والله فهد والله العظيم مشيت اكل سكر عدل صوتي لوش بغيت تاكل سكر ولا تصير والله العظيم فهد ما بنسوي شيء احنا فيه ما ينخلص والله انت وهالوضع
هربنا هربنا. أنا بيلس عندك بيلس عندك. تعبان روحك دايبتك. ما بتخابر ما بتخابر. وش اللعبة دي؟ ضيعوا عليك الصوت.